القطار. أما بعد، وما زالت مصر بتواصل زحفها للخروج من هذا النفق إلى آفاق رحبة والقضاء على الإرهاب. الحقيقة كان في جامعة الأزهر النهاردة تم التقاط لقطات لبعض الطلاب، ما اعرفش اذا كان ينفع اسميهم طلاب، معاهم مسدسات ومعاهم اسلحه آلية. ايضا ذكرنا انه تم ابطال محاولتين، محاوله لتفجير اتوبيس في ميدان الحجاز بمصر الجديده، وايضا في الاسماعيليه. الحقيقه كل هذه التداعيات من محاولات لتفجيرات، من تصريحات القيادات الاخوانيه ان هم زي مثلا مدير شبكه رصد اللي هو هربان في الخارج، اللي بيقول والله احنا من ليفل التفجيرات هنخش بقى الى ليفل الاغتيالات، ثم نقابل الوحش اللي هو يعني بيلعب جيم او الالعاب اللي على الاتاري، لكن اللعب مع مصر ومع جيشها ومع شرطتها ومع شعبها ده لعب بالنار، نهايته فعلا ان انت هتقابل الوحش، بس يا ترى الوحش هيعمل معاك ايه؟ ده سؤال اعتقد انه جموع الشعب المصري كلها عارفه الاجابه عنه. اسمحوا لي ارحب بالدكتور والمستشار اللواء طلعت موسى، المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا. عايزين ندي للناس في البدايه والمشاهدين حقائق، هل نحن في منحنى هابط ام صاعد للارهاب؟ وهل تصدينا للعمليات الارهابيه بيتم على اكمل وجه ولا في جوانب قصور؟ طبعا انا بدايه احب اقول الاجابه على هذا السؤال ان جمهوريه مصر العربيه بتعيش الان في حاله حرب حقيقيه. حاله حرب على الارهاب، حرب ضد الارهاب. هذه الحرب حرب ضد قوات غير نظاميه تفوق في ضراوتها وفي شراستها ما حدث في حرب اكتوبر وفي حرب الاستنزاف وما في حرب 67، لان العدو في حرب 67 وحرب اكتوبر كان عدو واضح تماما، حجمه، قوته، مكانه، تكتيكاته، اساليبه واضح، والقوات اللي موجوده تتعامل معاه بالطريقه المعروفه والطريقه التقليديه. ولكن عدو اليوم الذي نحاربه اليوم فهو عدو هلامي، عدو لا زمان ولا مكان ولا حجم محدد ليه في اي وقت. فالمعركه اصعب. هنا الشراسه وهنا المعركه. ولا بد ان نعرف تماما ان الدوله في حاله حرب حقيقيه. وهذا ما اريد ان اقوله. طب وليست الحرب مقصوره على ان اللي بيواجه واللي قائم بهذه الحرب قوات الشرطه وقوات والقوات المسلحه. كل الدوله حادفه هذه المسؤوليه على الشرطه والقوات المسلحه. طب اذا كان قوات الدوله لابد ان تشترك في خطه قوميه لمواجهه الارهاب. انا هناقش مع حضرتك حرب. الخطه القوميه للوزاره، بس خليني من كلام حضرتك ده اداني سؤال مهم. لما حضرتك شايف ان هو ان دي حرب حقيقيه، هل تقترح او تتصور انه لابد من تشكيل مجلس حرب مصغر يدير هذه العمليه، وانه تعلن حاله يعني مش الطوارئ بقى، الاستعداد للحرب؟ ايوه بالظبط كده. نظرا لوجودنا في هذا الظرف الطارئ الذي لم تمر به مصر في تاريخها على الاطلاق خلال 7000 سنه، اللي هي الحاله اللي موجوده حاليا دلوقتي وهي حاله الحرب على الارهاب، لابد ان تتضافر جهود الدوله بالكامل في مقاومه هذا العدو وهذه الخلايا السرطانيه التي استشرت في جسد الشعب المصري. هذه بيتاتى من ان يكون هناك خطه قوميه في رفع درجه استعداد لجميع للوزارات والهيئات الدوله بالكامل لمقاومه الارهاب. بمعنى ان السيد رئيس الوزراء يعمل خطة قومية على مستوى الدولة، هدف قومي على مستوى الدولة لمقاومة الإرهاب، ينتج منه هدف، يستخرج منه هدف قومي لكل وزارة من الوزارات، إيه دورها وإيه مهمتها في هذه الخطة القومية. هذه الخطة القومية بيشترك فيها كل وزارة الاقتصاد، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدل، وزارة، لأن العدالة المتأخرة أيضا دي بتشترك في تصعيد العملية وفي عدم شعور المواطن بالجدية. كل واحد ليه دور من شكل في اطار هذه العمليه. فلا بد من خطه قوميه متكامله تشترك فيها جميع اجهزه ومؤسسات الدوله. المايسترو بتاع القصه دي كلها رئيس الوزراء. الادوات بتاعته جميع الوزراء.
انا شكل مجلس حرب ليه؟ ما احنا بنقول دلوقتي هنا في او مجلس ما يسمى مجلس الحرب، الوزراء بيعملوا ايه؟ ما فيش حد بيتصدى للارهاب، كلها معالجه امنيه فقط. فين معالجه وزاره الشؤون الاجتماعيه؟ لان بالتوابع بتاعتها، لان تنظيم الاخوان ما هو التنظيم او التنظيم الارهابي اللي موجود كان ليه جمعيات وليه وبيوزع زيت وبيدس سكر وليه احباء وليه محبين وليه متعاونين قد يكونوا مش في المجتمع. النهارده لما بنفرض عليهم وبنقول ان التنظيم ده تنظيم ارهابي، الوزاره والدوله عملت ايه للناس اللي كانت الجمعيات الاهليه وجمعيات اللي بتاعه الاخوان بتديله وتعمل له دخل شهري 200 300 جنيه وبتوزع عليه ازازه زيت وازازه سكر؟ لازم الدوله تستعيد عن هذا وتديله هو ازازه الزيت والسكر وتدي للمواطن الفقير ده ال 200 300 جنيه اللي كان التنظيم ده بيديها له. تمام. مش واخد بال حضرتك؟ تمام. ادراجها كمنظمه ارهابيه، هل ده يعني هذا القرار يستتبعه ايه من اجراءات علشان الناس تفهم؟ يعني هل معنى كده يعني علامات استفهام عند الناس؟ الله، طب ادراجها منظمه ارهابيه، هل معنى كده القاء القبض على كل العناصر الاخوانيه في كل مؤسسات الدوله ده مثلا؟ سؤال كويس جدا. اول اجراء في هذه بعد اعلانها منظمه ارهابيه يتم ملاحقه اعضاء التنظيم في الداخل، اعضاء التنظيم الذين ثبت عليهم القيام باعمال ارهابيه. وقف بيخطب على المنصه في ربع العدويه، بيمسك ازازه زجاجه مولوتوف، ماسك العصاية، بيهاجم اساتذته في 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 الجامعه، كل دول ثبت عليهم اعمال عنف، دول يتم القبض عليهم فورا لانه اشترك في ترويع المواطنين وامن في الدوله، ودي بينطبق عليه ما جاء في الماده 86 من قانون العقوبات اللي هي بتعرف الارهاب واللي تقاعس مجلس الوزراء وتاخر القرار. بتقول ايه الماده 86؟ يقصد بالارهاب في تطبيق احكام هذا القانون كل استخدام للقوه او العنف او التهديد، في كلام كتير تحت كل كلمه من بين دول، او الترويع يلجا اليه الجاني تنفيذا لمشروع اجرامي فردي لفرده او جماعي. وبعدين بيتكمل، معلش اسمح لي اتفضل اتفضل بقيه الماده الماده فيها كل اللي بيحصل على مسرح الاحداث ده. الماده 86 اللي هو من سنه من الستينات موجود، ولو وما بيطبقوهاش، لو طبقوها ما كناش في حاجه حتى القانون التظاهر. استكمالا للماده، يهدف بهدف الكلام اللي قلته ده كله بهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر، اذا كان من شان ذلك ايذاء الاشخاص او القاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او امنهم للخطر. كل كلمه من دي طبعا نتخيل الاحداث ونشوف هم عملوا ايه، في بيعملوا ايه من اعمال هذا، او الحاق الضرر بالبيئه، حرق الاشجار وكسر الارصفه والطوب ويعملوا بيه متاريس، او بالاتصالات، مراكز الاتصالات عشان خاطر بيتجمهروا، او المواصلات او الاموال او المباني او الاملاك العامه او الخاصه، وحرق السيارات وتدمير المباني والمنشات او احتلالها يعني لما احتلها ويقف، او الاستيلاء عليها، او منع او عرقله ممارسه السلطات العامه او دور العباده او معاهد العلم لاعمالها الارهابيه. يعني ده الكلام دور العلم طبعا جامعات، الجامعات بيحصل في الجامعات كل اللي بيحصل ده، الكلام ده في الماده 86 من قانون العقوبات. طب ايه اللي معطل بقى تنفيذه؟ هم ما بينفذوهوش، مش عايزين ينفذوه. ما مين مش عايزين ينفذوه؟ الوزاره. ما هي يا فندم، ما هو ده السؤال، هو ده السؤال المحير، وده السؤال اللي بيعبق الجماهير، فين الكلام ده؟ ما بيتنفذش، دي الماده 86. هو القرار ده لسه صادر يعني اول امس، متاخر. طيب بعد صدوره هل يا فندم يترتب عليه ما يترتب عليه؟ حضرتك تقصد كده؟ بالضبط. اللي جرنا للكلام يعني انت قلت لي اللي قاموا باعمال عنف، طب ماذا عن اللي وضعهم الرئيس المعزول في كل مؤسسات الدوله، حتى بعضهم في مناصب قياديه وما زالوا في اماكنهم؟ المفروض هل دول يبقوا في اماكنهم؟ في 13,000 زرعهم افقيا ورئيسيا في جميع مؤسسات الدوله خلال هذه السنه، واسمائهم موجوده ومعروفه، موجوده على الانترنت. بوظائفهم، الخطوة رقم واحد يتم استرجاع هذه الوظائف بالكامل
يعودوا مره اخرى. وطبعا فيهم ناس ما ارتكبوش جرائم عنف. لا احنا مش بنقول هنسجنهم، بنقول ان هم ما يشتغلوش في المناصب الافكار، ويعلن عدم انتمائه لهذه الجماعه، لان الجماعه دي جماعه ارهابيه. كل من ينتمي اليها بالعمل او القول او الاشاره او يعني الكتابه يعني اللي بيرفع ايده بصوابعه الاربعه اشاره رابعه ده يعتبر ارهابي، لانه بيروج للفكر الارهابي، لان الجماعه فكرها ارهابي، الايديولوجيه بتاعتها تكفير المجتمع. من ليس على عقيدتهم ومن ليس على ملتهم او على دينهم فهو كافر ويستباح دمه. تمام. انا عايز بس اشاره الى اشاره رابعه انه اللي صنعها وابتكرها رجب طيب اردوغان مظاهرات حشده اليوم في تركيا ضده، 3 وزراء استقالوا من حكومته على خلفيه فساد متهم به. النهارده اترفع العلم المصري في مظاهرات تركيا، يعني حاجة رائعة جدا، ويبدو أنه أيامه الأخيرة في الحكم هذا الواهم رجب طيب أردوغان قد قاربت. يعني هو طبعا أردوغان بالمناسبة يعني اسمح لي نلقي بعض الضوء برضو، هو كان طبعا هو حب يتجه غربا ليدخل في الاتحاد الأوروبي، ولكنهم لفظوه باعتباره دولة إسلامية فاتجه شرقا، ووعدوه أنه هو الولايات المتحدة الأمريكية والغرب خلافة، أنه هو هيكون زعيم الأمة الإسلامية، زعيم الأمة الإسلامية في الشرق الأوسط الجديد. وبالتالي راودته أحلام الخلافة الإسلامية، وأنه سوف يكون الحاكم على الولي العثماني ويوزع بقى وبالتالي فقد عقله عندما هو طبعا النظم الإسلامية تقدمت ووصلت إلى قمة السلطة في تونس، وبتحاول في ليبيا وفي اليمن وسوريا بيحاولوا، ومصر كان صديقه الصدوق كان مرسي اللي هو الدولة المركزية. وبالتالي عندما سقط مرسي حكم مرسي جن جنونه وفقد صوابه. تمام. طيب طالما رحنا إلى الجانب الخارجي نروح لأمريكا ورفض واشنطن لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، هل ردود الفعل الدولية دي هتؤثر على القرار المصري وعلى استقلال مصر وعلى سيادتها وعلى حقها في مواجهة الإرهاب؟ أجاوب الكلام ده في نقطتين. النقطة الأولى وهي سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لمصر بالذات. الولايات المتحدة الأمريكية كانت على اتفاق مسبق ومنذ عقود طويلة لإيصال الإخوان إلى الحكم، وعندما وصل الإخوان إلى الحكم وصرفت عليهم مبالغ كثيرة، وأوباما صرف 8.5 مليار لإيصال من دافعي الضرائب للمواطن الأمريكي لإيصال نظام الإخوان إلى سدة الحكم. وعندما وصلوا الحكم، وعندما سقطوا استجب في جلسة سرية، أين أنفقت 8.5 مليار في أمام الكونجرس الأمريكي؟ فقال لهم 2 مليار كانوا لانتخابات مجلس الشعب، 2 مليار لانتخابات مجلس الرئاسة، 4.5 مليار كنقدية سائلة اللي هم كانوا بيوزعوها في الشوارع على البلطجية وعلى الناس القائمين بالمظاهرات وأعمال التكسير والكلام ده كله. دي عشان نبقى عارفين. الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم سياسات الفوضى الخلاقة، العيار بمعيارين، التشكيل نظام أو علاقات مع النظام الغير رسمي في الدولة اللي هي الأحزاب والمعارضة والجمعيات الأهلية وخلافه، تشكيل علاقات معها موازي للعلاقات الرسمية مع الدولة، بحيث أنها ماسكة الخيطين مع بعض. هي كانت بتريد كما قالت يعني العديد من التحليلات السياسية استبدال الصراع الصهيوني العربي بصراع سني شيعي، حسب مقولة بريجينسكي أنه قال دعهم يقتلون أنفسهم بأنفسهم دون أن نلوث أيديهم. نظام الفوضى الخلاقة نمرة 1. نمرة 2 تنفيذ مشروع برنارد لويس بتقسيم الدول العربية إلى دويلات طبقا للتقسيمات الطائفية والدينية والعرقية والحزبية. وده هذا ما يجري عندنا هنا على الساحة دلوقتي. طيب. فإذا الولايات فالولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت اضطرت مجبرة على الاعتراف بأن ما حدث في مصر في 30 يونيو و 3 يوليو و 26 يوليو أنها ثورة شعب وإرادة شعب، إلا أنها بتضمر في حقيقتها وفي سياستها
دعم الإخوان من 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 السر مرة تانية، وبتحاول دفعهم على مسرح الأحداث السياسية، وهتستمر كده، لأن اللي بتعدله من أكتر من 10 سنين لتحقيق هذا الهدف مش هيضيع ما بين يوم وليلة وفي قرار، إنها هتستمر وبتحاول دفعهم بصفة مستمرة. فدي كلها الحقيقة الشعب المصري قلب لهم الترابيزة وقلب لهم المخططات دي بثورة 30 يونيو وبوقوف الجيش المصري العظيم مساندا لهذه الثورة. لكن خليني برضو يعني بعيدا عن الموقف الأمريكي، هل تتوقع ردود أفعال يعني تؤذي مصر من دول أخرى، ردود أفعال من دولة زي تركيا، من بريطانيا، من دويلة زي قطر؟ إطلاقا دعنا نرى للتاريخ ونشوف الدول، دولة موجودة في منطقة الشرق الأوسط بقالها 10 سنين اتوقع عليها عقوبات مرة واثنين وثلاثة وقائمة، وبتصنع بتحاول صنع، هي إيران بتحاول صنع القنبلة الذرية، وهي اللي هي إيران ما ماتش الشعب الإيراني، بالعكس تحولت إلى قوة إقليمية، لأن في حراك سياسي وفي مواجهة قوة سياسية، ومرتبين أوراقهم داخليا وخارجيا بطريقة منتظمة وبطريقة شد وجذب، بيلعبوا السياسة مظبوط وبيحققوا أهدافهم مظبوط. طيب خليني بال حضرتك، فبالتالي التأثير علينا احنا مش خايفين، احنا للشعب المصري ممكن ان هو يتنازل عن حاجات كتيرة في سبيل كرامته، من لقمة العيش ياكل عيش وجبنة، عيش ومش زي ما بيقولوا في سبيل الحفاظ على كرامته. عقوبات ايه اللي بيتكلموا عنها والكلام ده؟ احنا مش عايزين هذه العقوبات. ولعل السياسه المصريه دلوقتي ابتدت تتجه لتنويع مصادر السلاح وفي علاقات مع الدول الشرقيه، الصين، اليابان، الهند، ماليزيا، تمام، الاتحاد الروسي، علشان خاطر حتى لا نكون اسيرين للقرار الأمريكي فقط، من لا نخضع تحت عباءة وسيطرة القرار الأمريكي. يبدو هنا حرية في اتخاذ القرار. يبدو أن جماعة الإخوان ومرسي ما زالوا بيعلقوا الأمال على الولايات المتحدة الأمريكية، بدليل النهارده في خبر على لسان الرئيس المعزول والذي يحاكم الآن بيقول أن عملية تفجير المنصورة عمل إلهي انتقامي. يعني إلهي إزاي؟ أنا مش فاهم. انتقامي إلهي، وكيف يعني ينتقم أصلا الإله بهذا الشكل يعني؟ وبيقول إنه كان بيقول لأحد المكلفين بحراسته، بيقول له الأمريكان مش هيسمحوا لكم تحكمونا بقضية التخابر، وهناك دول زي أمريكا والغرب لن يسمحوا بهذه المحاكمة، وسيمارسوا ضغوط كبيرة على القاهرة لمنعها. هل تصوره ده ممكن يكون في بعض الصحة؟ هل ده حقيقي هتمارس أمريكا ضغوط علينا؟ ده بيثبت بالدليل القاطع، ده إدانة لنفسه بالضبط، لأنه ده بيثبت التواطؤ بينه وبين الأمريكان. منين جه بهذه الثقة إن بيقول الأمريكان لن يسمحوا لكم إن احنا نكمل خريطة الطريق أو إن احنا نعمل؟ منين جاب هذه الثقة؟ احنا ماشيين في خطوة ثابتة، والأمن بيتزايد والسيطرة على الدولة على مناحيها بتتزايد، في والعالم كله يشهد بهذا بالرغم من الأحداث الفردية اللي بتحصل هنا أو هناك، واخد بال حضرتك؟ فهذا التصريح يدينه، ده تصريح يتاخد عليه مش ليه بالظبط، حكم بسبب لو اعلنوا على الملأ يعني. الحاجه الثانيه ان هم، انا قلت لحضرتك ان العقيده بتاعتهم هم بيقلبوا الحقائق، بيفسروا القران بعكسه بما يفرض المصلحه، بيؤمنوا بمبدا التقيه بدليل ان هو حضرتك شوف بيقول لك مش هيحاكمونا مش هيقدروا، بيقول لك انا هفجر مفاجاه في المحاكمه لو اصروا على محاكمتي. طيب يعني خلينا نروح لفكره انه في 3 بالامس قتلوا، انه في 2 شرطه احرقوا، انه في تم القبض على عدد كبير حوالي اكثر من 160 متظاهر او مشاغب او يعني فاعل للعنف من جماعة الإخوان. دلوقتي السؤال حقيقة قلت لي إن عندك تصور لخريطة العنف منذ بدأت وحتى الآن، أيوة، والنقلات النوعية فيها، هل ممكن نشرحها للسادة المشاهدين عشان نديهم الحقائق بلا يعني بلا طمأنة زائدة وبلا تخويف؟ لا، حقائق، ودي دراسة علمية هي اللي بتوضح نفسها قبل أن نقول. من هذه الدراسة نستطيع أن احنا نستعرض إيه العمليات اللي قاموا بيها خلال الخمس شهور اللي فاتوا، اللي هم 30 يونيو لحد النهاردة، ونقدر على ضوءها بدراستها نحللها ونشوف إيه اللي ممكن هم يعملوه في الفترة القادمة. بنجد إن هم عملوا 12 عملية رئيسية في الفترة اللي فاتت، رئيسية مش راصد الحاجات الصغيرة، الحاجات الصغيرة
الفكرة لا طبعا. هي الرئيسية ده من 30/6 لغاية النهاردة يونيو لحد النهاردة عملوا من الأربع عمليات دول استخدموا فيها أربع أساليب طرق مختلفة للتفجير في العمليات الإرهابية في أربع أنواع للعنف للطرق أو للإرهاب بالظبط هي دي اللي عايزين نتكلم فيها ونركز عليها شوية منهم أول وأكبر عمليات عمليات السيارات المفخخة إن هو السيارة وفيها مواد تي إن تي وبتتفجر بطريقة معينة جنب المباني والأهداف الحيوية دي نمرة واحد نمرة اثنين ودي عملوا فيها خمس أهداف الخمس أهداف اللي هي محاولة اغتيال وزير الداخلية في 5/9 مبنى وفشلت وفشلت طبعا مبنى المخابرات الحربية برفح في 11/9 مبنى المخابرات الحربية في الإسماعيلية في 19/9 معسكر الأمن المركزي في الإسماعيلية في 12/12 ومبنى مديرية الأمن بالمنصورة في 24/12 اللي في الآخر دوت دي سيارات المفخخة في أربع الكمائن على الطرق وعمال الاغتيالات في أربع عمليات عملوها كمين بيستهدف حافلتين أجهزات في رفح في 20/10 كمين بيستهدف القمر الصناعي في 7/10 اللي هو اللي كان في المعادي اغتيال المقدم مبروك أمن الدولة طبعا دي عملية اغتيال الشهيد محمد مبروك في 17/11 مهاجمة كنيسة الوراء أو العذراء بالموتوسيكلات اللي هي عملوها في أثناء احتفال المسيحيين في 20/10 أو في الزواج طب اسمح لي بس أعقب على الشهيد محمد مبروك ومحاولة اغتيال وزير الداخلية إذن المسؤول رصد هنا يعني كلامه مش مظبوط لأن مرحلة الاغتيالات هي بدأت من محاولة اغتيال وزير الداخلية بالزبط. واغتيال الشهيد محمد مبروك بالزبط. ومحمد أبو شقرة قبل كده ودي المراحل اللي هي المراحل الأخيرة بالنسبة لهم إنه يغتال يموت اللي قدامه في عمليات اغتيال وبعدين إنه يفجر نفسه نجاي لسه في عمليات التفجير دي الزروة لأنه هو يا إما موت اللي قدامه يا إما موت أنا كمان عليا وعلى أعدائي العنف بلا حدود وهم مطلقين هذا دلوقتي فدي آخر أوراق في إيديهم اللي هي لكن بالتدرج أنا بشرح لحضرتك والمستقبل الكريم التدرج كمل. يبقى نمرة اثنين الكمائن على الطرق وعمال الاغتيالات نمرة ثلاثة في العمليات القنابل الموقوتة مديرية أمن الدقهلية في 24/7 شارع مصطفى النحاس أول امبارح امبارح اللي هي القنبله اللي انفجرت في منطقه تجمع المدارس والنهارده ضيف عليها الاتوبيس اللي في ميدان الحجاز تمام. في مصر الجديده القنابل الموقوته دي تم ابطال مفعولها واللي في الاسماعيليه برضو ما انفجرتش بالظبط وبعدين النوع الاخطر بقى اللي هو الانتحاري اللي بيفجر نفسه دي كام عمليه دي لا هي عمليه اللي بتاعت مديريه امن عمليه واحده بس سينا لكن وهو بيفجر بيبقى مجهز نفسه أيضا للتفجير زي محاولة وزير اغتيال وزير الداخلية ما هو الانفجار طاله برضو يعني فبيبقى هو داخل مجهز نفسه أيضا احتمال يعيش واحتمال يموت بالضبط للنفس دلالات العمليات دي إيه دلالات بتاعتها إيه؟ أولا من حيث الأهداف بنجد أنهم بيستهدفوا الأهداف الاستراتيجية لأمن لوزارة الداخلية بالذات بنبص لاغتيال وزير الداخلية مبنى المخابرات الحربية معسكر الأمن المركزي مبنى الجيش والشرطة الجيش والشرطة لأنهم عايزين يهدموا هؤلاء المؤسستين دول العمليات دي معظمها كلها اللي هي 12 عملية في مستهدفة الشرطة والجيش والحمد لله فشلت يعني فشلت طبعا فشلت كلها فشل زريع كلها ده تمام استخدامه للآليات اللي هي الأربع أنواع اللي أنا قلتها اللي هي السيارات المفخخة والانتحار يفجر نفسه والقنابل الموقوتة والكمائن على الاغتيال ده بنتوقع منه ده جاب اخره يعني ده دلاله على يأس يعني يأس ايوه يستخدم اخر اوراق في ايديه واخر كروت في ايديه وبعدين العمليات ديت كانت مركزه في سيناء في الاول بنجد ان تحت تأثير الضغط والضربات الاستراتيجيه والاستباقيه التي تقوم بها القوات المسلحه في سيناء والتمشيط في سيناء نجد ان العمليات الارهابيه خفت في سيناء وانتقلت الى محافظات اخرى يعني ده دلاله على نجاح تصفيه الارهاب في سيناء بالظبط كده بالظبط كده وابتدوا الجماعات كان في حوالي 7-8 جماعات الخسائر الكبيره اللي فيهم جمعوا نفسهم البقايا بتاعتهم تحت قيادة جماعة بيت المقدس ولذلك تجد دلوقتي اللي بيقوم بهذه العمليات جماعة بيت المقدس احنا محتاجين زيادة تأمين لمنشآتنا الفندم العسكرية والشرطية والحيوية اللي تفجيرها او اصابتها يدي يعني صورة انه مفيش امن في البلد ايه اللي احنا محتاجين ونزود الامن ازاي نحمي منشآتنا ازاي فن طب حمايه المنشات دلوقتي في اولا لو بصيت للقوات المسلحه بالتعاون مع الشرطه تمام. اولا حمايه المنشات داخليا مسؤوليه جهاز الشرطه اساسا تمام داخليا
طيب هل في جوانب قصور في إطار ممكن يعني شايفها مثلا؟ لا أنا بس بساعد حضرتك مش أكتر يعني. الشرطة الأهداف الحيوية اللي موجودة أساسا في الدولة وفي المحافظات مسؤولية الشرطة جهاز الشرطة في إطار الضربات أو في إطار اللي حصل للشرطة في الفترة اللي فاتت وفي إطار العدائيات الرهيبة اللي بتتعرض ليها مسؤولية القوات المسلحة أنها تدعم جهاز الشرطة في تأمين الأهداف الحيوية وبالتالي بتجد الهدف الحيوي النهاردة إذا كان مدينة الإنتاج الإعلاوي أو محطة كهرباء أو محطة سكة حديد أو مبنى وزارة بيشترك في تأمينه النهاردة قوات الشرطة والقوات المسلحة القوات المسلحة ماشية في ثلاث اتجاهات رئيسية حاليا دلوقتي نمرة واحد تأمين الأهداف الحيوية في المحافظات مصر الاشتراك فيها نمرة اتنين القضاء على الإرهاب اللي موجود في سيناء نمرة ثلاثة رفع الكفاءة القتالية ليها من واقع المناورات اللي احنا بنشوفها واللي بيحضرها السيد وزير الدفاع من خلال تفتيشات الحرب والمناورات في المنطقة الشمالية والمنطقة الغربية والجيش الثاني والجيش الثالث التي اللي بنشوفها في من بين وقت وآخر إذا القوات المسلحة بتقود اللي هي بتقود قوة الدولة الشاملة حاليا دلوقتي واللي هي عصب مصر حاليا دلوقتي لم تغفل عن سيناء لم تغفل عن تأمين الجبهة الداخلية لم تغفل عن مهمتها الأساسية وهي رفع الكفاءة القتالية هو ده هو رفع الكفاءة القتالية ده أنا اللي عايز أتكلم فيها فنم إزاي نزود قدرات الشرطة عشان ما يبقاش العبء على القوات المسلحة في ان هي تتصدى بكامل هل المطلوب زياده اعداد الافراد طبعاً زياده العتاد يعني هل طبعا لابد من تطوير جهاز الشرطه لكي يواجب طبيعه الاعمال الارهابيه ونوعيه الاسلحه اللي موجوده مع الارهابيين النهارده الارهابي موجود في سلاح ربما يكون في مدى وفي العيار بتاعه اكبر من من الناحيه الفنيه من حيث الاستخدام من حيث الوزن من حيث عدد الطلقات اللي بيطلعها في الدقيقه من حيث العيار نفسه بيبقى أكتر من تسليح الفرد الشرطة العادي وبالتالي احنا محتاجين نمرة واحد زيادة أعداد الشرطة علشان خاطر تقدر تواجه هذه العدائيات اللي انتشرت في محافظات الجمهورية نمرة اتنين دعم جهاز الشرطة بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة اللي منتشره في 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 الشرطه في دول العالم احنا ما نقفش محل في محلك سر لازم نشوف هم ايه الاجهزه الحديثه اللي بتمنحس اذا كانت المدرعات اللي بيركبوها او العربيات او طائرات الهليكوبتر ايضا لكي تتتبع المجرمين في الصحراء وفي الكلام ده لازم نحطه وبين المدن وتطلع وتدير العمليه من فوق كمركز قياده وسيطره وتوجه قواتها الارضيه لكي تهاجم البؤر الارهابيه والمجرمين خلال هروبهم في الجبال وفي المناطق الزراعيه جهاز الشرطه الحديث لابد ان يكون له كل هذه الوسائل احنا فين من هذا وبالتالي يجب دعمه وتوفير الميزانيه اللازمه ليه انا بضيف لكلام حضرتك انه هؤلاء الشهداء الابرار اللي بيسقطوا دفاعا عنا سواء من الشرطة أو من الجيش أو حتى من المدنيين لابد أن يبقى لهم معاشات ليهم والأسرهم علشان ما يشعروش أن يعني أسرهم ما يتبهدلوش بعد ما قدموا يعني أغلى حاجة روحه من أجل الوطن طبعا الشهيد ده يعني ده أدى روحه فداء لأرض مصر وبيضحي بيه وبأسرته فلابد من توفير المعاشات والرعاية الصحية والعلمية والنفسية من جميع النواحي لابد أن يراعى أهل هذا الشهيد وأعتقد في عندنا جمعية ضحايا الحرب اللي موجودة في القوات المسلحة وفي وزارة الشؤون الاجتماعية أيضا بتقوم بهذا الدور أكيد. على أكثر تمام طيب جماعة الإخوان يا فندم بتبادر دائما بعد كل عملية خسيسة بيسقط فيها شهداء ومصابين ان هي تعلن يعني استنكارها وان هي ملهاش علاقة بالحادث ده وملهاش علاقة بأنصار بيت المقدس هل يعني تتلقى هذه البيانات ازاي يعني هذه الجماعة بتصدقها؟ هذه الجماعة جماعة كاذبة وخير دليل على هذا ما حدث بعد تفجير مديرية امن المنصورة للبحيرة بساعات أصدروا بيان يستنكروا فيه هذه العملية هذا البيان صادر باللغة الإنجليزية إلى الدول الأوروبية ولم ينزل إلى مصر وخبر حضرتك خطابهم للخارج استقواء بالخارج أيوة الاستقواء بالخارج وبعدها بتسع ساعات زرعوا القنابل اليدوية القنابل اللي تم تفجيرها في شارع مصطفى النحاس هذه هي جماعة الإخوان وهذا هو فكر جماعة الإخوان يخاطبوا الخارج بلغة ويستقوون بالخارج
وينفذوا الأعمال الإرهابية في داخل مصر. طب أحب أضيف لحضرتك أن هم بيصوروا كل صورة من دول، أعلنوا بعد كده أن اللي قايم بتفجير هذه بتفجير مديرية الأمن جهاز الشرطة نفسه. دي برضو يعني تخيل الحاجات، يعني الحاجات المضحكة ولكنه ضحك كالبكاء. يعني شوف فجورهم وبعدين ياخدوا الشهيد، الشهيد اللي لو ضربه هو. معلش دون قطع كلامك يا فندم، انا بتذكر حاجه مهمه هنا. كان محاوله تفجير وزير الداخليه اللواء محمد ابراهيم. أيوة. قالوا برضو نفس الاكذوبه دي، قالوا ده الامن هو اللي تلاقيه عامل العمليه دي. بعدها بساعات طلع بيان من انصار بيت المقدس بمسؤوليته عن الحادث، فكشف هذا الاكاذيب بتاعتهم. ده بالظبط زي يعني بيعكسوا الامور تماما في كل، ده بيفسروا القران استغفر الله العظيم بعكس تفسيره الصحيح بما يناسب هواهم ويناسب مصلحتهم الشخصيه. نعم. ادي هم دول التنظيم الارهابي بتاع الاخوان. طيب يا فندم، بالنسبه للمواطن العادي، المواطن البسيط في بيته، هل عليه مسؤوليه هو الاخر في مواجهه الارهاب؟ لا شك في ايه دوره، ايه المفروض يعني ايه المطلوب منه يعمل ايه؟ انا قلت لحضرتك في البدايه ان احنا في حاله حرب حقيقيه اكثر شراسه واكثر ضراوه من حرب 73. والحرب ديت اشترك فيها الجيش والشعب والشرطه والدنيا كلها والدوله بكافه مرافقها اشتركت في حرب 73. احنا في هذه الحرب اكثر منها. ليه؟ لان العدو اللي هو موجود قدامنا، انا بقول لحضرتك قاعد معايا ساكن في شقه مفروشه في العماره اللي انا ساكن فيها، بيركب الاتوبيس، بيركب التاكس، بيتحرك بالعربيه بتاعته والموتوسيكل بتاعه في شوارع القاهره وفي شوارع المحافظات. هو عدو غير مرئي، وبالتالي هناك مسؤولية، احنا بنلقي المسؤولية على جهاز الامن، على الشرطة وعلى القوات المسلحة في تحقيق هذا الامن. استحالة هنجيب لكل مواطن واحد عسكري شرطة عشان يحرسه، ولكن هناك واجب على المواطن العادي، الوعي القومي. الوعي القومي، ايه هو الوعي القومي اللي مطلوب من المواطن النهاردة على ضوء الاعمال الارهابية المتناثرة النهاردة؟ ان يكون لديه الفراسة ولديه القدرة على ان هو يشوف واحد حواليه بيحوم حوالين العمارة، ويشوفه بيتردد حواليها مرة اتنين تلاتة يسأله ليه. حارس العمارة ليه دور بمراقبة العملية. صاحب الشقة المفروشة، في قانون عندنا اسمه قانون الشقة المفروشة، بيقول لصاحب الشقة ان عندما يسكن ساكن للشقة ياخد صورة البطاقة الشخصية بتاعته او جواز السفر يسلمها لقسم الشرطة ويبلغه ان الشقة دي فيها واحد اسمه فلان فلاني ودي صورة تحية شخصية سكن عندي عشان يسهل المتابعة. أرجوكم لا تتوانوا عن هذه القضية، لأنه في بعض اللي بيأجروا الشقة يقول لك لا أنا ما وديش عشان الضرائب ما تاخدش خبر. لا، الموضوع بقى موضوع أخطر من قرشين هيقتطعوا منك، لكن ده قضية وطن يعني وحفاظ عليه. من ضمن الحاجات البارزة أنا كنت كاتب ماذا يفعل الإخوان الآن قائمين في الوقت الحالي دلوقتي على ضوء الموقف. فضل. استئجار شقق سكنية في مناطق أكتوبر والعبور وجسر السويس. نعم. لاتخاذها أماكن للتخطيط لأعمال الشغب. دي أحد البنود اللي بيعملوها. دي معلومات عندك حاليا؟ أيوة فندم. دي مفروض تقدم لجهات بقى أمنية يعني النتيجة للدراسة اللي أنا عملتها والشواهد والتلميع اللي أنا نتيجة للتحليل الموقف. لأن يعني زعماء الإخوان اللي موجودين أو قادة الإخوان اللي موجودين لقوهم فين؟ في الفرق كلهم شقق في مدينة نصر. لو في خريطة كاملة للشقق المفروشة والمناطق في اسم الشرطة وبيتم التفتيش عليها كانوا مسكوهم كلهم معظمهم، فده يدي لك مؤشر. الشقق المفروشة والمناطق الفاضية موجودة فين؟ في معظم هذه المناطق بيستخدموها في هذا. أنا عايز أضيف للكلام دوت في إطار وعي المواطن إن العربيات اللي بتمشي في شوارع المحافظات بدون أرقام يتم القبض عليها، الموتوسيكلات بدون أرقام يتم القبض عليها، محطات البنزين التي بتدي أو بتمون الوقود لمثل هذه العربيات اللي هي بدون أرقام ولمثل الموتوسيكلات اللي بدون أرقام وتدي عبوات في جراكن يمنع هذا، ويتم التفتيش على محطات البنزين اللي لأن دي بمول الإرهاب. تمام. اللي ماشي من غير رقم ده مخالف. يبقى بيمونه بالعربيه ليه؟ بيمونه بنزين ليه؟ علشان خاطر يمارس العمل الارهابي وهو مخالف اساسا. طب يا فندم، في راي معلش برضو مهم ان احنا نطرحه. راي كان بيقول والله يعني التعامل مع اعتصام رابعه هو اللي قادنا الى كل هذا، ولو كنا يعني صبرنا عليهم شويه وفضلنا محاصرينهم
ربما يكون ده كان أفضل، لأنه كانوا مش هيقدروا يستمروا. وده رأيي حتى قاده الدكتور البرادعي وقدم استقالته بسببه. فالنهاردة كمان يونس مخيون رئيس حزب النور بيحمل الإخوان مسؤولية الدماء في ميدان رابعة العدوية، لأن هم سابوا شباب الإخوان وهم هربوا أو سافروا أو بعدوا عن النيران وعن المواجهة يعني. فهل أنت مع الرأي دوت، يعني رأي أنه ما كانش يعني أنه ما كانش يجب فض الاعتصام أو الصبر؟ لا، ده احنا تأخرنا في فض الاعتصام، تأخرنا في فض الاعتصام، وهذا ما دعاهم وطولنا بالنا عليهم أكتر مما يجب، وهذا ما شجعهم على القيام بمثل هذه الأعمال وتكسير الطرق وعمل المتاريس، وكانوا بيعملوها مستعمرة ويعملوها نقطة قوية، وكانوا بيشكلوا وزارة موازية في 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 في, في هذا المكان. ده احنا تأخرنا كتير. وليه؟ لأن عملنا كلها كانت ردود فعل، عمل الوزارة حتى الآن متأخرة عن ليه متأخرة؟ تفسيرك الوزارة متأخرة ليه؟ لأن فيها عناصر مش عايز أقول موالية، أنا عناصر من أحباء هذا النظام، لأن اللي بيتقاعس أحباء الإخوان من أحبائهم. أنا تفسيري لها كده لسبب، لأن ليه ما بتقومش بواجبك وإيه مهمتك؟ ليه ما بتاخدش المبادئة لمقاومة هذا العمل؟ يعني أنا مش قادر أفهم. عملية التنسيق بين الوزارات هي محتاجة، ده من صميم عمل رئيس الوزراء، إنما أنسق بين الوزارات للقضاء على الإرهاب. كل وزارة ليها دور، ونمشي بالتوازي مع الإجراء الأمني. إحنا بنتعامل مع المشكلة أمنيا فقط لحد دلوقتي. فين دور الوزارة في ضمن خطة قومية شاملة يشترك فيها علماء النفس، علماء الاجتماع، الأزهر، الكنيسة، وزارة الشباب، وزارة الشؤون الاجتماعية، الإعلام والتربية والتعليم، يجمعهم كلهم. دوركم ايه في القضاء على الارهاب؟ الازهر ما انا قلت الازهر حضرتك والكنيسه. طيب هو في الحقيقه اشاره لوزير التربيه والتعليم، الراجل بدا، لا انا ابتدى يطهر خصص يعني. لا انا بقول انه ده ممكن حاجه يحتذى بيها يعني. طبعا يعني في النهارده 174 مدرسه اخوانيه في قبضه الدوله، ده خبر وحرمان اصحابها من الارباح وتطبيق للقوانين، حاجه كويسه، وطهر العناصر اللي حطها مرسي في وزاره التربيه والتعليم. بس ده بيطرح سؤال، ليه الوزارات التانية ما ما هي دي النقطة اللي بقول لحضرتك، هذا ما يدعو للتساؤل. بس يكون حضرتك بتقول على الحكومة موالية الإخوان ده؟ لا أنا ما قلتش كده. استنى لا معلش عشان ما تغلطنيش، أنت قلت في بعض العناصر موالية، أحباء مش عايزين للكلام ده، قد يكون واخد الجانب الديني فقط. الدكتور بيبلاوي رجل الاقتصاد والليبرالي المفترض مثلا يعني. والله أنا ما أفكر بالنسبة للدكتور البيبلاوي أنه لم ينطق حتى الآن بان جماعه صراحه ان جماعه الاخوين جماعه ارهابيه او تنظيم ارهابي. هو يقول المجلس الوزراء اتخذ القرار واجتمعنا واتكلمنا واتخذوا هذا القرار، الكلمه ما طلعتش من لسانه شخصين كده هم مباشره. الحقيقه انا ما سمعتهاش، يجوز يكون قالها. هو ما قالش الدكتور حسام عيسى قال البيان؟ وبعدين الدكتور حسام عيسى هو اللي قال البيان، ما قالوش هو ليه؟ مش عارف، كان يجب في موقف زي ده هو طبعا يخاطب الشعب ويقوله له. طب ليه هو ما قالهاش باللسان؟ اسأله هو بقى. يا ريت. طيب يعني يعني ربما يكون وأنا هل في خوف على حياته الشخصية؟ لأنه كان في يعني تاريخ الإخوان بيقول أنه قتل وزراء وقتل رئيس الوزراء النقراشي وقتل الخزندار والقاضي، يعني قتل ونسكي وعلي ماهر. في تأمين كافي للوزراء وفي حراسة شخصية للوزراء وهم رايحين ومجايين، وتشددت هذه الإجراءات مع أعمال الإرهاب اللي عملوها ومع محاولات اغتيال وزير الداخلية. يبقى إذا مش موضوع خوف بقى؟ لا أنا مش عايز أقول كده يعني. مش موضوع خوف، قد يكون شيء آخر أنا مش عارفه، لكن أنا طبعا بواقع بحكم السن لابد أن أنا أحترم هذا الرجل، ورجل أكبر مني سنا ووظيفة، وده رئيس وزراء مصر. نعم. لابد أن يكون له كل الاحترام والتقدير، لا شك فيه. أنت حضرتك بتقول في قائمة فيها 13 ألف إخواني زرعهم مرسي في مؤسسات. نعم. الدولة، هل مش معلومين للجهات؟ معلومين في كل وزارة. إزاي مش معلومين؟ معلومين ومعروفين وكل حاجة، لكن في تأخير في عدم تجنبهم أو رجوعهم لوظيفهم اللي كانوا فيها قبل كده. يعني أنت حضرتك بتطالب بس مش إن هم يتسجنوا، هم يبعدوا عن الأماكن الحساسة. لا أنا ما بقولش يتسجنوا. وانا بقول بقى اعضاء الاخوان اللي يتسجن اللي هو او اللي يقبض متورط. المتورط في اعمال عنف او المستمر في الانتماء لتنظيم بالظبط كده، او اللي بيرفع شعار التنظيم، هذا عليهم ان يتخلصوا من هذا، لان التنظيم ده اصبح تنظيم ارهابي. تنظيم يعني
مضاد لكل ما هو شرعي في الدولة. كان في رأي يا فندم يقول لابد من وضع كل التمويلات بتاعت الجمعيات تحت رقابة عدة أجهزة رقابية، والبنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات، وأي تمويل لجمعية أهلية يتم بعد دراسة الفلوس دي جاية فين وهتصرف فين وإزاي وليه. أيوة. ويبقى في تدقيق جدا في أي تبرعات بتروح لجامع أو زاوية أو غيره، عشان نعرف هي فعلا بتروح ولا بيشترى بيها أسلحة يقتل بها المدنيين. ده صحيح. على ضوء صدور هذا القانون المفروض يتم الآتي: نمرة واحد، تجميد أرصدة الجمعيات الإخوان كلها. هو تم تقريبا 1130 جمعية تم القرار بيهم فعلا، ولكن في هذه الجمعيات فيها من متابعة نشاطها فيها بعض الجمعيات كانت بالتمويل بتاعها والمبالغ اللي بتمتلكها بتمون عمليات إرهابية، عليهم أن يفرزوا هذه الجماعات. والباقي ده كان بيقوم فعلا بعمل خيري وبيدي دعم للأسر الفقيرة، قد يكون 200 جنيه 300 جنيه كل شهر. يجب ألا يتوقف هذا الدعم، وإذا ما كانش موجود الحكومة تصرفه حاليا دلوقتي بالضبط. حتى لا يتحول من كان بياخد لما نوقف ال 200 300 جنيه عن الأسرة الفقيرة دلوقتي طبعاً. هيتحول إلى ناقم على النظام بالضبط. لأن أنت حرمته وهو فقير. حرمته من مصدر دخله اللي كان بيجيله من هذه الجمعية. يجب الاستمرار في تدفق الأموال إلى الفقراء من خلال هذه الجمعيات مع مراقبتها طبعا لا شك في هذا. دي حاجة. الحاجة الثانية تجفيف مصادر أو المنابع اللي بتتدفق من الأموال الخارجية لتمويل هذا التنظيم من الخارج. قطر بتدفع طبعا. قطر في المواني، في المواني والمطارات يتم التفتيش. الفلوس اللي بتتحول في البنوك عن طريق السيطرة للبنك المركزي. الحسابات اللي بتيجي من مرة بتروح لأني بنوك وأني فروع والمين وبقيمة قد إيه. هل ينفع نفتش بعض الدبلوماسيين اللي علاقتنا يعني ما بين دولهم متوترة؟ ما هي دي النقطة. إن هم بيستغلوا الحصانة الدبلوماسية ويدخل شنط شنط مليانة بملايين الدولارات والاستخدامها في الكلام ده. والله الجهاز يراقب بدقة، ولما يتأكد 200% إن الدبلوماسي ده شايل شنطة فيها دولارات ويزيل حصانته ويفتشه، والله ده بناء على التأكد. هنا في الحالة ديت يبقى حلال، يبقى الإجراء قانوني. هذه الأموال يا فندم إيه رأي حضرتك في يعني مقترح بيقول الأموال المصادرة من هذا التنظيم الإرهابي الدولي لجماعة الإخوان يتم استخدامها في رصف الطرق وإعادة ما خربوه يعني طبعاً. وتعويض برضو أسر الشهداء والمصابين والبنايات اللي تهدمت والشوارع اللي تكسرت والخراب اللي هم بيعملوه. ده رأي صائب 100%، وأنا بطالب بيه الحقيقة. إن هو هذه الأموال اللي هي بيتم مصادرتها اللي هي بتاعت تنظيم الإخوان لابد أن يتم صرفها على استعادة كفاءة المباني اللي دمروها واللي حرقوها واللي بيحرقوها، والأرصفة اللي عمالين كل يوم والتاني نبني الرصيف ونسفلت الشارع، تاني يوم يحرقوا فيه الكاوتش ويسيحوا الأسفلت فيه ويكسروا الأرصفة ويضربوا بها الشرطة. الأعمال الإجرامية ديت أعمدة النور الحوائط جامعة الأزهر اللي رموا الأجهزة وكسروا. أنا عندي النهاردة الحقيقة على جامعة لقيت ألفاظ الحقيقة مكتوبة على السور مش ممكن. مش ممكن ألفاظ لا تصدر من أبناء شرفاء بيتعلموا وبيتعلموا في الأزهر. يعني لقيت الحقيقة حاجة، والشوارع الحيطان اللي مكتوب عليها ألفاظ الكلام ده الحقيقة. فكرة جامعة لندن منعت التظاهر داخل الحرم الجامعي، منعته يعني قال مفيش حاجة، انت جاي تدرس مفيش ممارسة لعمل سياسي جوه الجامعة. بالضبط يا فندم. الطالب دلوقتي الطالب الجامعي ده طالب أبوه بيصرف عليه وبيديله قرش. هو صحيح لا يمارس العمل السياسي، لكن ده في وجهة نظري، لكن يكون شخصيته السياسيه. بالظبط. يكون شخصيته. بيدرس لسه بيدرس في سنه اولى وثانيه وثالثه في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، بيدرس النظريات السياسيه، بينظر الامن السياسي، بينظر الاستراتيجيه، بينظر الامن القومي. شخصيته لسه ما تشكلتش ولم تنضج. لم تنضج. يبقى هنا في مرحله التكوين اقول له وكون رايك، كون رايك، لكن الخروج بمظاهرات وتنتقل الخريطه السياسيه والخريفه والخلافات الحزبيه اللي بيزخر بها المجتمع خارج الجامعه لكي تنقلب وتدخل جوه الجامعه بين الطلبه والخلافات الحزبيه والطائفيه والشائعات والاكاذيب اللي بره، وكانت النتيجه ان احنا بنشوف النهارده ان الخريطه الحزبيه اللي بره
انتقلت داخل الجامعة. نعم. من أعمال تهريب وأعمال نسف وتدمير وملتوف والأكثر من كده، القيم والمبادئ الطلبة بتضرب الأساتذة النهاردة. في تعرية لأستاذة كبيرة وتصويرها وهي عارية وضربها على رأسها. يعني هو في الحقيقة الخبير والدكتور اللواء طلعت موسى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا أعطانا يعني إطلالة مهمة جدا على الوضع عسكريا وأمنيا وطرق مواجهته من كل الزوايا. وأنا إذا كان لي أن أضيف القليل إن أنا أقول إن عمر ما في تاريخ مصر عبر 7000 سنة حتى ما حصل إن أي عصابة أو جماعة استطاعت إن هي تكسر الدولة، تكسر مؤسسة الدولة، لم يحدث لجماعة مهما كانت قوية في تاريخ مصر كله، ولن تستطيع، لأنه المواجهة الآن ودي الخطورة أصبحت مع الشعب، مش بس مع جيش وشرطة، لا، مع شعب لفظ هذه الجماعة وأخرجها برا العصر وبرا التاريخ نتيجة تصرفاتها ونتيجة سلوكها الإرهابي والعدواني. لا تخشوا الذهاب للاستفتاء، وهذا هو الغرض من كل هذه التفجيرات، لا تخشوا أبدا أن تدلوا بأصواتكم، لأن هو ده اللي هينير لنا الطريق وهيضعنا في مقدمة الدول بإذن الله. مصر ستنتصر بإذن الله. شكرا سيادة اللواء مرة أخرى. أنا كنت بشكر حضراتكم، احنا الوقت داهمنا للأسف، وبشكر فريق الإعداد الأستاذ محمد الكفراوي، حافظ هريدي، المخرج محمد فودة، وكنت معكم طارق عبد الفتاح، وكانت معكم زميلتي فاطمة السردي. إلى اللقاء.